عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، من حرب جر، ومعناها هنا السببية، من الواهنة أي بسبب الواهنة. والواهنة مرض يأخذ الإنسان في عضده، فهناك عرق في اليد يتفرع هذا العرق إلى العضد فيتألم منه. وقد قيل إنه لا يصيب النساء، هذا المرض الواهنة قيل إنه لا يصيب النساء إنما هو يصيب الرجال. وعلى كل حال، لو أنه وضع هذا الشيء في رجله أو في بطنه أو في فخذه يريد هذا المعتقد، فإن الحكم باق.